السما، يلا في السما وهتأمر السما ان شاء الله يا رب. اي زاوية، اي زاوية جول يا رب، اي زاوية جول. عمري ما احب غير الاهلي ولا في غيره يفرحني، طيب ما عاول اخر الجول عمري عشان الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نص نهائي كاس العالم للأندية، الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، وخلاص فاضل ساعتين على الماتش وهنتحرك. في البداية ربنا يرحم أهلنا وإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم. اللهم أهلك الكيان الصهيوني، اللهم أخسف بالكيان الصهيوني سابع أرض، اللهم أرنا في الكيان الصهيوني عجائب قدرتك. مش هننسى قضية فلسطينية، هتفضل قضيتنا مهما عدت الأيام، مش هننسى ونفضل دايما بنفكر بعض. طبعا الواحد بصراحة قلقان بأمانة كده أكتر من الماتش اللي فات بكتير، طبعا بلاعب فريق البرازيل، بعيدا بقى عن فيليبي ميلو ومارسيلو وكينو والقصة دي كلها، لكن احنا تاريخنا مع الفرق البرازيلية مش أحسن حاجة. ماتش واحد بس اللي كسبنا فيه ضربات جزاء الثالث والرابع مع موسيماني قدام بالميراس، وكان تعادل حتى. باقي الماتشات كلها 2006 انترناسيونالي 2-1، عندنا كوريثيانز 2012 1-0، عندنا بالميراس 2-0 السنة اللي قبل اللي فاتت، وعندنا كمان فلامينجو السنة اللي فاتت 4-2. باللعب اللعيبة البرازيليين عندهم مهارات أكتر، فنيات أكتر، لما بتغلب بتتعاقب على طول. فأنا بصراحة بشوف يعني إن احنا فرصتنا أقل النهاردة، لكن ربنا قادر على كل شيء بإذن الله. اللعيبة تموت نفسها في الملعب، يبقوا مركزين، ما نغلطش، ما نساعدش الفرقة اللي قدامنا زي السنة اللي فاتت نديهم 4 تجوان، وربنا يكرم إن شاء الله النهاردة ونكسب. الجمهور كان في تذاكر كتير قوي محدش اشتراها، الناس كتير حاولت تساعدت ان هي تبيع للجمهور تذاكر بنفس الاسعار واقل كمان، لكن مش عارف ما كانش في اقبال ليه، يمكن بقى عشان الماتش في نص الاسبوع الناس ما عرفتش تيجي من كل حته. خلينا نشوف الاجواء هتبقى عامله ازاي في الملعب لما نوصل ان شاء الله، ربنا يكرم ويوفق ايا كانت النتيجه النهارده. انا بصراحه فخور باللي احنا عملناه الماتش اللي فات، ربنا يكرم ان شاء الله النهارده ونعمل اداء كويس، ومين عارف يمكن نوصل النهائي في النسخه الاخيره بالنظام الحالي السبع فرق قبل ما نروح للـ 32 فريق. ويلا بينا. وصلنا الملعب، ربنا يسهل ان شاء الله نرجع مبسوطين يا رب ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب.
اي زمان بقولها ليك وبلا صوت غيرك ماليش عشان اعيش الاهلي في قلبي لحد ما اموت Thank you.
ما العظيم ليه اي لازمه. حد يزعل على مرسول ومنطقه الجزاء يا رب يا رب تتصد يا رب يا رب في السماء يا رب يا رب يصطاد في السماء يا رب يا رب يصطاد في السماء يا رب يا رب في السماء يا رب ان شاء الله في السماء باذن الله يا رب والله في السماء يلا في السماء وهتم في السماء ان شاء الله يا رب حرام عليك يا عم بيرس اقسم بالله ممكن يا جدعان حسين الشحات وكهربا وبيرس كله بيضيع وفي الاخر ده ضربه جزاء اليوم ضربه جزاء ملهاش اي لازمه اهلاوي 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 على المكسب ناوي فاضل 8 دقايق صح صح انشف يلا 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 اهلاوي على المكسب ناوي نفس السيناريو بتاع كل مره بنلعب فيها الفرق الفرنسيه والله نفس السيناريو هو ما بنتعلمش ونساعدهم ونديهم كور يدخلوا فيها جول ايه ده يا جدعان ده يا الله زي ما لعبش كوره